بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم مفاتيح على قناتكم قناة القرآن الكريم. البيوت هي الملاذ الآمن الذي نأوي إليها، نتسامر مع أفراد عائلاتنا، تعلو ضحكاتنا، هي سكن لنا، أليس كذلك مشاهدي الكريم؟ لكن لما تصبح المدافئ التي تجمع العائلات في هذا الشتاء البارد هي نفسها المدافئ التي تؤدي بهم إلى الهلاك. غاز محترق لا رائحة له ولا لون، يقتلك ويصمت وأنت نائم، وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وأنت تشاهد برنامجك المفضل. صغيرا كنت أو كبير، وحتى رضيع، جلستنا الطيبة ما هي إلا لوضع الأصبع على الجرح، ونقول كفانا من اختناقات الغاز القاتل الصامت. نقف عند مبدأ ضرورة حفظ النفس. لماذا لا يستجيب المواطن الجزائري للحملات التحسيسية؟ أين يكمن الخلل؟ نناقش شق المسؤولية. مسؤولية من؟ أهي مسؤولية البائع؟ أم مسؤولية المشتري؟ أم مسؤولية السمكري؟ كثير كما نشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي الاتكالية، خصوصا أمام إدمان الكثير منا على الإبحار على مواقع التواصل الاجتماعي. وحديث عن الصيانة دور الجمعيات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، كيف نستثمر في ذهنية المواطن الجزائري، وغيرها من النقاط سنتطرق لها خلال هذه الجلسة. يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. نذكر بموضوع عددنا لنهار اليوم: القاتل الصامت. وأرحب باسمكم جميعا بوجه من وجوه قناة القرآن الكريم الإمام الأستاذ محمد زغداني، أهلا ومرحبا. شكرا بارك الله فيك الكريمة، تحية طيبة لك للمشاهد الكريم للزميل المحترم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أنفس المسلمين جميعا، خصوصا نحن نعيش هذه الموجة من البرد، هي نحمد الله عز وجل عليها من ناحية، وثانيا الموجة الثانية من كثرة المصابين وكثرة الموتى، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. أمين يا رب العالمين. كما يحضر معنا مدير مكتب الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية النقيب برناوي نسيم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. شكرا لك، السلام عليكم، تحية عطرة لأستاذنا الفاضل لكل المشاهدات المشاهدين قناة القرآن. شكرا لكم على هذا الموضوع، لا سيما في هذا الوقت الحساس الذي يتزامن مع استمرار موجة البرد ولما نسجله من أرقام نوعا ما يعني مقلقة، لا سيما من ناحية عدد الوفيات خاصة منذ بداية السنة. نعم، شكرا لكم أستاذنا. مشاهدينا يمكنكم مشاركتنا في موضوعنا لنهار اليوم: القاتل الصامت. حفظت الشريعة الإسلامية بأحكامها المحكمة النفس البشرية، وجعلت ذلك ضرورة ومبدأ من مبادئها. أستاذنا محمد زغداني، نقف عند مبدأ ضرورة حفظ النفس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. حقيقة يعني المتتبع لأحكام الشريعة سواء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن من أعظم مقاصدها حفظ النفس البشرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى أولا، ثم كفل لها البقاء وكل أسباب البقاء، وحرم كل سبب يؤدي إلى هلاكها، يعني في بمختلف التشريعات. نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالكعبة المشرفة يقول: والله إنك لأعظم بيت، إنك عند الله عز وجل عظيمة، ولكن حرمة المسلم أعظم منك، يعني في حرمة المسلم. حرمة النفس الله عز وجل قد كتبها على بني إسرائيل، ولكن الحكم فيها عام، قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بمعنى النفس الواحدة هي تعدل البشرية ككل، وعلى هذا جاءت تشريعات الإسلام من أجل المحافظة على هذه النفس. وقد شرع الله عز وجل القصاص، اللي هو من الأحكام التي يبدو أن فيها قتلا، ولكن كما قال الحق سبحانه عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال المفسرون: القصاص هو قتل من يقتل دون جريرة، يعني دون أن يكون هناك حق. فقالوا أنه هذا القتل قتل القاتل عمدا الذي تعمد القتل، فهو يحفظ أنفس الآخرين، لأنه ليس كل من يفكر في أن يعتدي على الآخرين ينفذ، لأنه يعلم أنه إذا نفذ فإن عاقبته أو عقوبته سوف تكون هي القتل في حد ذاتها. فهذه التشريعات كلها تعطينا قيمة النفس البشرية التي جعلها الله عز وجل عزيزة وذات قيمة. وقال في الكثير من الآيات: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل هذه الآيات وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنصب على ضرورة الحفاظ على هذه النفس البشرية. النفس البشرية يعني إيذاؤها بأدنى إيذاء وهي الجروح وغيرها، إلى أعلى إيذاء وهو قتل الآخرين أو حتى قتل النفس. لأن بعض الناس يتصور أنه نفسه هو حر فيها ويتصرف فيها كيف ما شاء، فهذه حرمها الله سبحانه وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أو يوجأ بها إلى يوم القيامة، يعني يعذب بها، يعني تعود له حياته، ثم مرة أخرى يقتل نفسه، ثم الثانية والثالثة، وهو عذاب عظيم والعياذ بالله. من ألقى على نفسه من شاهق فيلقى من شاهق مرات ومرات، يعني كعذاب له، لأنه تعدى على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. يعني في هذا الإطار، حينما نعلم أن النفس البشرية عندها كل هذه القيمة، فإنه الإنسان يتريث ويتثبت ويعلم ويحسب الحسابات الكثيرة، سواء إذا كان يقود سيارته
لأنه الآن وحين نتحدث عن القاتل الصامت هناك أيضا قواتل أخرى وأسباب أخرى للقتل، سببها هي الاستهانة والتهور في أرواح الناس. الإنسان قد يشتري وسيلة كما ذكرت للتدفئة، ولكنها من أردى الأنواع. الذي باعها هل هو شريك في هذه الجريمة؟ الذي اشتراها هل تسبب في قتل أهله ونفسه يعني وكأنه العياذ بالله منتحر؟ كل هذه سوف نتناولها، ولكن نحن الآن نريد أن ندق ناقوس الخطأ. ربما احنا في البداية قلت زميل برناوي، نحن نعتبر أنفسنا شركاء في هذا المجال، حتى أن مساجدنا من مشرق إلى المغرب من الشمال إلى الجنوب كلها مفتوحة لزملائنا في الحماية المدنية، وهم الذين يقدمون درس الجمعة من أجل تحسيس الناس بقيمة، لأنهم هم الذين يعاينون بشكل يومي. يعني تصوري معايا ربما بعض المناظر الصادمة التي رأيناها من خلال وسائل الإعلام. ست سيارات إسعاف تقف أمام بيت واحدة وتخرج الجثامين جثمان بعد جثمان بعد جثمان. ربما الكلمة التي أثرت في كثيرا وسمعتها من أحد الزملاء من الحماية المدنية يقول: دفتر عائلي يطوى وينسى إلى الأبد، لأن كل الموجودين داخل هذا الدفتر توفاهم الله سبحانه وتعالى. قد يكون ذلك بسبب إهمال، قد يكون بسبب غش في الوسيلة، قد يكون يعني الأسباب متعددة، ولكن النتيجة واحدة. نحن نريد أن نقص خطر، نقول للناس أن انتبهوا، أنه لأنه دائما احنا ديما نتصور سواء في حوادث المرور ولا في غيره، نقولوا هذه الاشياء تحدث للاخرين. نعم. ما تحدثش لنا احنا، انا شاطر، انا كيفاش انا تحدث لي هذا الشيء؟ انا قبل ان انام فلا اتفقد الاجهزه التدفئه، لا اقوم بالصيانه الدوريه، بصح ما توقعليش هذه الاشياء، لا توقع للناس الاخرين، ما توقعليش. لا، لابد ان نتنبه، لانه كل الذين ماتوا لم يظنوا ولا لحظه أنهم سيكونون ضحايا في عداد الأموات. نعم. أحسن الله إليكم أستاذنا. النقيب نسيم برناوي، رغم الحملات التحسيسية من مختلف الهيئات بخطورة الغاز، ما يزال وعي المواطن بعيدا عن المسؤولية والأخذ بأسباب الحيطة والحذر، إلى ماذا يرجع ذلك؟ أين يكمن الخلل؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبدأ بآخر نقطة تفضل وقال قام بها الأستاذ زغداني. الناس توفوا لم يكونوا يظنوا يوما أنهم سوف يتوفوا. هذه النقطة مهمة جدا نختم بها، أنه في تفكيره وفي أفعاله نسيما الناس يتفاعل معنا في الحملة التحسيسية، في العمل الجواري، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن أنا راني على نفس الوضعية لسنوات وسنوات، لكن لم يحدث شيء. أنا أقول لهم يعني حتى الناس توفوا لسنوات وسنوات أو أشهر كانوا على نفس الشيء، وجاء نهار وين يعني الغلطة أنه يقفل قبل كل نوافة توفي هو وأفراد عائلته. والأخطر أنه النقطة الاستفهام، شوف في شريعة الله من كان المتسبب أخطر. يعني إنسان يستهان، إنسان على باله بالخطأ، إنسان على باله باللي اللي جار كبسة خال الماء بدون أنبوب صرف الغازات المحروقة، هل هو المسؤول؟ هل هو صاحب البيت الذي ألح على الرصاص أو السمكة لأنك تركب لي سخن الماء في الحمام أو أكرمكم الله في المرحاض أو في المطبخ دون صرف الغازات المحترقة؟ أو الإنسان اللي قام بتغيير نظام بيته وتعدى على التدابير الوقائية لسيما الفتحة التهوية السفلى والعليا؟ الإنسان اللي قام ببيع جهاز تدفئة قديم وما شابه ذلك يتوفر على الشروط يطابق المعايير، هي سلسلة مترابطة. نفصل في كل سلسلة طبعا. بإذن الله هذا اللي يرجع لأني نرجع فيما يخص الحملات التحسيسية والتوعوية. طبعا نحن نقول الحملات التحسيسية والتوعوية دائما ما عندها نتيجة، لا سيما أنها راهي تحافظ على الحصيلة، يعني سنويا تكون متقاربة ماهيش ترتفع. في بعض الأحيان ربما في بعض الفترات كجومبي 2023 نعم 56 حالة وفاة، 56 حالة وفاة السنة الماضية، كانت عدد 37 حالة وفاة في نفس الشهر، يعني ارتفاع. طبعا ارتفاع في هذا الشهر، رانا في 12 حالة وفاة في فيفري، أو الأمس فقط كانت 7 وفيات، لا يزال فقط أني رجعت يعني فترة البرد 7 وفيات مباشرة. والأخطاء يعني ماهيش قضية وعي، أو عفوا قضية توعية وتحسيس، هي قضية وعي، قضية إحياء ضمير، وعي الإنسان، ثقافة الإنسان، سلوك الإنسان. ما نلاحظه في التدخلات وكل التقارير التي تريدنا نتكلم على سبيل المثال من الميدان يعني متعاكسة،
شوفوا اذا كان نشوفوا فيما يخص عندنا توفوا بالفحم بالكانون من كانون فوق طابونه في وسط الدار، طابونه في وسط الحمام المنزل، طابونه في وسط الغرفه. اول امس كذلك بسخان ماء بدون 10 لترات بدون صرف الغازات، سبعات على البيض اللي انقذناهم في اخر دقيقه. نفس الشيء في تيار سابحة اليوم، 6 أشخاص تم إنقاذهم من عائلة واحدة لآخر دقيقة بنفسه بسخان الماء. شفنا أول أمس في برج بوريليج 3 وفيات، الأب والأم والابن، الأب 72 سنة الأم 60 سنة والابن 34 سنة. يعني تهيئة لبس بها شوديار مرجلة حائطية، يعني الإنسان كان نصحه أنه ناس ديلا شوديار ربما يندهش يعني السبب الناس تندهش ربما. نعم. سامح الله اللي قاملوا بتركيب هذا المرجلة الحائطية. نعم. في نظام صرف الغازات المحروقة، سامحها الله أنه هي كان داخل البيت وتصرف الغازات، قاموا بالأنبوب المرن ولم يكن يحترم حتى الشكل اللازم من أجل أن تخرج الغازات بسهولة، ثم يربطه بأنبوب بلاستيكي ويخفيه يعني حتى تحت السقف حتى لا يكون المنظر. بين الأنبوب الأول والثاني كان هناك تسرب يعني ورجوع الغازات كلها للبيت. هذه الأخطاء يقوم يعني ربما هذا المواطن أنه استثمر أو حوش من أجل القيام بهذا الأمر، قلت أنني مهني خلاص درت الشوديار أنني مرتاح أني مهني لا خوف عليه. لكن أنا دائما ننصح أنه الشوديار تكون خارج المجال أو حتى ممكن تكون داخل البيت، لكن نظام صرف الغازات له معايير أو معايير في الأنبوب المستعمل، لكم أنبوب حديدي ليس الأنبوب المرن لأنه يعني يتحمل الحرارة ومدة صلاحية كبيرة، له يعني مساحة معينة أو طول معين عفوا، ماهوش في كيلومترات، هي مور على الدار أجل أنه تسخن الدار كلها، يعني من المتسبب فيها؟ الآن نروح للوعي المواطن، رغم أنه إنسان في عصر التكنولوجيا. نعم. في عصر التكنولوجيا أبسط شيء أنه يقدر يطلع على كل التفاصيل، لكن مش أنت تقوم بها، رحنا نتوجه الناس الحرفيين المختصين في هذا المجال، لابد من سامحكم الله ما عندكش معارف وما عندكش دراية ما تبركوليش في دار الناس، لأن يعني الإهمال قد يكلف الأرواح. طبعا خلوا أهل الاختصاص، أنا نقول مستحيل أن رصاص محترف اللي تلقى تكوين في معهد تكوين تاع الدولة عالية ويتقن مهنته طبعا وأكثر من سنة يتقن مهنته أنه يجي يقوم بتركيب مثل هذه الأمور. نعم. إلا إذا كان يفضل الجانب التجاري على الجانب المهني، لكن كما تفضل الأستاذ واش قال، أخ مجرم راك مشارك، أخ مشارك، لأنه هذه روح الإنسان نسأل عليها يوم القيامة، هذا في جانب الشريعة وفي جانب كذلك العدالة هناك تحقيق. هناك تحقيق فيما يخص من قام ومن اشترى ومن اين اشترى وما شابه ذلك. هنا الناس راه يتخلط بين يعني التوعيه والتحسيس والوعي. المجتمع في مفارقه كبيره، وحادي مفارقه كبيره. نعم. مازال فئه راهي تخلط بين غاز المدينه وغاز البيطان وهذا وحادي اكسيد الكربون. انه يسمع هو غاز يقول لك الغاز انا ما شميتش ريحه. ما ناش نقولوا الغاز، حتى في بعض الأحيان نسمع هذا ما هو شائع. نعم، وسائل الإعلام أو نسمع بعض الصحفيين يقول لك بالغاز، لا ما هوش الغاز، أي غاز، الغازات أكسيد الكربون طبعا، غازات راهي كثيرة. نعم. غاز البيطان، غاز المدينة، غاز البروبان، غاز الميطان، كثيرة. ما يميز هذا؟ ما يميز طبعا القاتل الصامت، لا رائحة طبعا. لماذا قاتل صامت؟ لماذا؟ نعم. ذكرتي في المقدمة جملة جميلة جدا. نعم. أعجبتني، كم من شخص توفي وهو في مكانه مستلقيا يقرأ القرآن أو يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو يرى التلفزيون. نعم نعم نعم، في مكانه، في مكانه كما كان. وأني أمور أخرى أني نقدر عدة يعني وضعيات نسبوا فيها المتوفين، لكن صبنا كثير متوفين في مكانه كأني أن جالس هكذا متوفي. هذه الأعراض باش الناس نتفصلوا فيها باش الناس تعرف خطورة هذا القاتل الصامت اللي هو أحد أكسيد الكربون، للناس تفهم باللي هو غير موجود. احنا ورانا متواجدين الان ما عندناش أحد أكسيد الكربون، لماذا ما عندناش احتراق؟ وحتى لو كان عملت احتراق وفي توفر الهواء والاكسجين يعني يكون عندنا احتراق تام.
فيزيائيا تعرفه أنه هو ناتج عن الاحتراق الغير التام، يعني نفصل عن عنصر أساسي والأكسجين اللي يخلي من بعد يكون عندك واحد أكسيد الكربون. يعني في الوقاية وأبسط شيء أنا نعرف أنه لو كان نحي الأكسجين نغلق كلش يكون عندي واحد أكسيد الكربون، لماذا أغلق؟ قبل التطرق لنقطة الوقاية أستاذنا. نعم لا هذه يعني جت في 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 اللفظ. نعم قبل التطرق لذلك مشاهدينا نتابع الروبورتاج ونعود إليكم. حوادث الاختناق بالغاز، القاتل الصامت، يتربص بالعائلات الجزائرية كل شتاء ويحصد العديد من الأرواح. فما هي الشروط التي يستوجب التقيد بها عند شراء أجهزة التدفئة والتسخين؟ كما نلاحظ دليل استعمال الجهاز ومن ثم شهادة الضمان، كل جهاز وشحال عنده شهادة الضمان، هذه يديرها المنتج. مثلا كما المنتوج هذا راه فيه 36 شهر كضمان، هل راكم تمدوا للزبائن؟ ما صاركمش مشاكل في هذا الجانب هذا؟ انا العموم ما كاش مشاكل. فيه 3 فولي شهاده ضمان، فيها 3 فولي، هذه يديها الزبون، هذه اللي تحمي الزبون، وهذه هي الدليل باللي الزبون شرى من عنده، فيها تاريخ الشراء، الرقم التسلسلي والكاشي ومعلومات الخاصه بالتاجر. اما فيما يخص مراقبه الجهاز في حد ذاته كما نلاحظوا كاين لابلاك سينياليتيك او بطاقه الاستعلامات، فيها رقم التسلسلي للجهاز، نوع الجهاز، تسميه الجهاز، البلد المنشا والاحتياطات. هذه لازم تكون في اي جهاز، سي اون اوبليغاسيون. لازم انت كي تروح مثلا تقتني جهاز تدفئه ما فيهش لابلاك سينياليتيك تعاود ترجع ما تجيبوش، إذا جابوه لك تعاود ترجعوا، باسكو هذه لازم هذه تدخل في إعلام المستهلك، سيتي اوبليغاسيون لازم تعلم المستهلك. أما فيما يخص كاشف أحادي غاز الكربون، جاتنا إرساليات من طرف وزارة التجارة، وهذا من خلال 2019 إلى يومنا هذا، تجبر كل جهاز لازم يكون عنده كاشف، هذا الكاشف هو اللي يعني هو اللي يعلم كي يكون عنده خلل الزبون على مستوى البيت تاعو، هذا هو اللي ينذره كي يكون عنده إفيت تاع الغاز او حاجه. من الاحسن انه المستهلك يقتني هذا الجهاز من عند متعامل اقتصادي، اولا يكون معروف العلامه اللي يقتنيها، لازم تكون معروفه في السوق عندها سيت. اولا كي يتقدم لهذا الجهاز اول حاجه يشوفها هو وسم اللي يكون على الغلاف الخارجي للجهاز، الوسم هذا تبقى للماده 17 من القانون 0903 المتعلق بحمايه المستهلك، يقول لك الزاميه اعلام المستهلك. اي جهاز ما يكونش فيه معلومات اجباريه او بيانات اجباريه متعلقه بالوسم، هذا بالنسبه لنا احنا جهاز غير مطابق. في هذه الحاله المستهلك يقوم يتصل بمدير التجاره، المعلومات اللي لازم تكون في الوسم هي المنتج، تسميه المنتج، عنوان المنتج، طبيعه المنتوج، ودرجة حمولة أو الضغط اللي يكون في هذا الجهاز. هذا المختص هو اللي يعرف وين يحط الجهاز هذا، لأنه الجهاز ما ينحطش وخلاص. لا بلوبار ولا أغلب المستهلك الجزائري يحطه في غرف المطبخ ولا داخل الحمام ولا، هذا قد يسبب خطر كبير للإنسان. أخطاء قاتلة في تركيب أجهزة التدفئة وسخان المياه. كاين اللي مونطي هذا يوم. وهذا عنده نهاية صلاح حي الماما على 5 سنين يتبدل هذا بون، كاين هذايا كاين لي مونطي، وهذايا هذايا خطير نوعا ما، فهمتني؟ هذايا كي طوندا بزاف ديجا يتقطع، وما ينصحوش به في لي شوفاج، هذايا اللي ينصحو به في لي شوفاج هذا يديرو لو شوف لاهوت، هذايا اللي ينصحو به يديرو لو شوفاج وما يتمونطاش وحدو، هذا لازم له هذا سكوتش اديسيف تاعو تاع الومنيوم كيتمونطي، لازم له الالومنيوم هذايا باه ما يخرجش الغاز اكسيد الكربون. شنو نزيدو فيما يخص لي جوا
اللي جوا من الاحسن دير تاع الجلد ودير تاع الكاغط مع بعض باه كي تزير بزاف ما يتكرز عليكش الوسمه باش ما يتكرز عليكش تاع الجلد. فيما يخص اجهزه الانذار ما نتكلوش عليهم 100%، وكاين فيهم لي مودا كاين فيهم لي مارك كاين وين من البطاريه تكون ضعيفه ما ديتيكتيلكش، كاين وين تحطهم في بلاصه بعيده وين ما يلحقوش هذا غاز اكسيد الكربون وين ما ينبهكش. اللي ننصحوا بها التهوئة، التهوئة هي الصح، البرد ما يقتلش لكن غاز اكسيد الكربون يقتل. حياتكم وحياة عائلتكم بين ايديكم. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في موضوعنا لنهار اليوم القاتل الصامت. السعي وراء متطلبات الحياة صنع فجوة في التركيز على متطلبات الحياة وضاعت الأولويات، بحيث صار البيت ملتقى آخر النهار بعد أعمال منهكة قد لا تسمح بالمراقبة أو استشراف الأخطار. عن ضرورة الأخذ بالأسباب حدثنا شيخنا إمام محمد زغداني. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. كان الآية نزلت في الجهاد ولا في القتال في سبيل، ولكنها عامة والعبرة كما يقول المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمطلوب منا أن نأخذ الحذر ونأخذ كل الاحتياطات حتى لا نقع في المحذور. الآن ونحن نتابع هذا الريبورتاج، يعني انطلاقا من البائع الذي يبيع نوعية رديئة ويعلم أنها لا تصلح وستتسبب في قتل الآخرين. هذا شريك يقينا، يعني حتى ولو يقول أنا لست المصنع، أنت وسيط بين المصنع والمستهلك في نهاية المطاف. قبله المصنع الذي إذا كان من الخارج، وإن كان الآن تقريبا كل صحح للمعلومة فيش استيراد. نعم، ليس هناك استيراد بالكل، كل الأجهزة هي محلية الصنع. الصانع أو المصنع الذي ينتج هذا النوع من الوسائل لابد أن يكون متأكدا 100% أنه يوفر كل الأسباب التي تحفظ أرواح الناس، وإلا سيكون متسببا في القتل أو قاتلا بالتسبب. معناها يكون والعياذ بالله عليهم رقابة شيخ. نعم، عليهم رقابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما. ترك في تساع إلا إذا تسببت في قتل إنسان. قتل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دم بمعنى أنه أريقت روحه أو أزهقت روحه، مش ليس بمعنى أنك تقتله حتى تريق دمه. الاختناق هو نوع من أنواع القتل وإراقة الدم والعياذ بالله. فأنت كصاحب مصنع أولا، ثم أنت كبائع وسيط لابد أن تكون متأكدا، ثم أنت كمرصص أو سمكري كما يسمى الذي سأقوم بعملية التركيب. مهمتك رقم واحد هي أن تتأكد من أخذ كل الاحتياطات، ونحن دائما نتحدث عن الاحتياطات، في أنه هذا الجهاز أولا تخبر صاحب، أو قد يكون الذي اشتراه لا يحسن استكشاف الأمر ولا ما يعرفش النوعية، أنت تتنصحه من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فتنصحه أنه هذا النوع لا يصلح إما لهذا المكان أو لا يصلح أن يركب في هذا المكان، ما يصلحش أن يكون داخل الحمام أو يكون داخل المطبخ، لابد أن يكون في جهة خارجية. إذا كان في جهة داخلية التسربات على الغاز أو الوسائل إخراج الغاز منه لابد أن تكون متوفرة وبالمواصفات المعينة. أنت كصاحب عمل لابد أن تنصح. والعبء الأكبر هو على رب البيت، على المستهلك الذي يقتني ربما هو يعلم أنه نوعية رديئة، هو يعلم أنه هذا الذي سيركب له هذا الجهاز ليس مختصا، بل قد يلجأ إلى أن يركب هو بنفسه دون أن يلجأ إلى الآخرين. قد يكون يقول أنه فيه أسباب اقتصادية وما عنديش الإمكانيات والراتب ضعيف، ولكن دائما ننظر إلى أسوأ الاحتمالات، تبعات وأسوأ الاحتمالات، أنه بهذه الدرهمات القليلة التي أنت حاولت أن تقتصد فيها أديت إلى قتل نفسك وتلقى الله عز وجل وعليك أرواح ووزر هؤلاء الصبية الصغار الذين راك مسؤول على أسرة، مسؤول على زوجتك، مسؤول على أبنائك، مسؤول على كل من يدخل بيتك، ربما واحد يموت له حتى ضيف في داره،
فهذه لا نستبعدها يا عائلة الدركي أستاذنا. نعم دائما نستصحب هذه الأمور وليس من أجل دريهمات، قد نزيد شوية في الثمن ولكن يكون هذا من باب الاحتياط، من باب الأخذ بالأسباب ومن باب الحذر حتى لا أندم حينما لا ينفع ندم. نعم حتى لا نندم يوم لا ينفع الندم. انطلاقا مما قلتم أستاذنا نستنبط سؤالا وهو مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية المشتري أم مسؤولية البائع؟ المسلم مسؤولية المشتري الذي قد مقابل مال زهيد يقتني سلعة ليست فيها جودة، أم مسؤولية البائع أم مسؤولية السمكري؟ من الميدان أستاذنا. والله مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية مشتركة، لأنه إذا أخفى الأمر على المشتري يعني لقلة وعيه أو قلة يعني علمه أو مستواه الثقافي أو الدراسي ما يعرفش، كاين يعني عدة طبقات من المجتمع، كاين اللي ما يعرفش يعني ما قراش مسكين ولا ما حصلوش الحظ أنه ما عندوش علم في المجال ولا. البائع كما تفكر تفضل الشيخ مهم جدا، حتى البائع لازم يكون على دراية وش هو يبيع. الرقابة أيضا مستنى الاختصاص. الحمد لله هذا المنتوجات الجزائرية، أنا أعرف أن مع وزارة التجارة اللي مشكورة في المجال هذا يعني سعت كثير منذ 4 سنوات من منعت الاستيراد وخضعت هذه العلامات الجزائرية إلى رقابة في المستوى مخبر قسنطينة. يعني كلها تمر على مخبر قسنطينة وهي ماركات جزائرية محضة ممتازة جدا، يعني مقارنة بما كان يعني يكون في الاستيراد وما كانش هناك يعني الرقابة عليه يمين ويسار ما شابه ذلك، يعني خطبة ممتازة جدا ساهمت، أنا أقول ساهمت في القضاء، لأنه نتيجة وشرنا نلاحظه في الميدان لم تبقى تلك الأجهزة التي لم تكن تتوفر على شروط السلام والمعايير السبب في زاق الأرواح. لكن السبب اللي مش نشوفه من يعني الوفاية تسيمة في السنة أجهزة قديمة يعني عندها أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، حتى في بعض الأحيان ما تخليش تعرفي حتى تاريخ تصنيع تاعها، لا تتوفر على أي شروط بدون زجاج، في بعض الأحيان بدون أنبوب، حتى يعني الواجهة الحامية ما غير موجودة. نعم مكسرة ربما. طبعا في المرتبة الثانية يعني أو في الموازات مع المدفع سخان الماء سيما 5 ريتات نتكلموا عليها كثيرة ويدير في حالة الوفاية. لماذا؟ الطمونة. لأنه سخان الماء 5 لتر وسخان الحمام اللي هو غالبا 10 لتر. سخان الماء هو يستعمل في مكان كان أنا فيه يعني مساحة واسعة، أنه غالبا ما يجيش فيه نظام صرف الغازات، يجي بدون أنبوب، يعني وين تحط الأنبوب ما كانش يستعمل في مساحة كبيرة ما يش ضيقة ومهوات، لازم تكون فتحات تهوية السفلى وفتحات في نافذة المطبخ يعني تهوية الدور، ويستعمل في حيز المطبخ فقط يعني غسل الأواني أو ما تقوم به من أشغال في المطبخ، ولي يستعمل الاستحمام أو الحمام، أنه وقت استعماله 8 دقائق أقصى شيء 10 دقائق مدة وجيزة. نعم فيه عدة علامات، فيه من يتوقف أوتوماتيكيا، أمس فقط بالصدفة كنت نشوف في فيديو على اليوتيوب لسمحه الله لسمكري يوري للناس أنه كيفاش ينحي الترموستا كيفاش يفصل أنه الجهاز يولي ما يتوقفش يعطل، حماية للجهاز عنده أني في بعض أجزاء تقيس معدل الغازات المحروقة وتقيس أني مدى ارتفاع درجة الحرارة في السخان يتوقف لبعض الدقائق ثم يعود يشتغل يوريهم كيفاش أنه يفصل هذا القطع الغيار، وكثير من المواطنين لم يقوموا بها، يقوموا بها في سخان الماء ويقوم بها بجهاز تدفئة، لأن جهاز تدفئة الترموكوب وش يقوم باستشعار درجة الحرارة، لما توصل درجة الحرارة ترتفع مش أنا حابين يتوقف الجهاز، يتوقف تنزل يعود يشعل الجهاز، هذه حماية الناس يتفصل فيها باش يبقى الجهاز يشتغل 24 ساعة. نوه لهذه النقطة أستاذنا. نعم الناس تفصلها باش أنه في المناطق الباردة يقول لك أنا ما لازمش يطفى الفرن أو الجهاز تدفئة، ما لازمش يطفى، هو حماية للجهاز وللنفس. لهذا القطاع الغيار موضوع حماية للجهاز وحماية لك أنت. نعم. كشخص هذا من جهة. باش نرجع لسخان الماء، سخان الماء 5 لتر يعني فوق طاقته فوق 8 دقائق 10 دقائق يبدأ يصرف الغازات المحروقة لا سيما في مكان غير مهوى، من هنا يعني مباشرة أحادي أكسيد الكربون كأنك تمشي على طابونة، كأنك تمشي على طابونة في وسط الدار. استسمحك أستاذ وأنت تتحدث على الطابونة، يعني كثير من الناس للأسف الشديد إلى حد الآن ما هوش فاهم باللي الطابونة مصدر خطر. مصدر خطر نعم. يعني كيفاش هي مصدر خطر؟
طابونا يموتوا عليها الجزائريين يعني الوترنها مزدوجة وكأنها صناعة خاصة ماركس مسجلة باسم الجزائر طابونا لم نرها في أي عالم سريعة في كل البيت كاين طابون لكن جدادنا كانوا يعني يطيبوا بها الكسرة ويطيبوها بها الأمور تاع البيت وفي بعض يعني كانت تنعد بعض الإمكانيات لكن في الحوش في المراح في المكان ما هو نقطة. أن الطابونة ما عندهاش وين تصرف الغازات المحروقة وقوية طابونة يعني قوية اللهب تاعها وتصدر غازات محروقة بصفة كبيرة يعني تركيزه يرتفع بسرعة في البيت خاصة مع غلق النوافذ يعني تستهلك الأكسجين بسرعة وتعطي انبعاث لغاز أحد وثيل الكربون ممكن أنك طابونة في خمس دقائق تقتلك في عشر دقائق ممكن أن خلاص يعني ترك التركيز عالي تاع أكسيد الكربون لابد من التهوئة عند استعمال الطابونة هي المفروض أن تستعمل خارج البيت كالمراح كالحوش كالشرفة أو في المطبخ في مكان عالي والنافذة مفتوحة نافذة مفتوحة نجي نقولوا فتح التهوية النافذة مفتوحة أنها مصدر خطير لانبعاثات الغازات في ظل غياب التهوية هذه الطابونة للأسف في ظل انعدام على الامكانيات او للوسائل البديله يستعملوها للطهي يستعملوها لتسخين الماء يستعملوها لتدفئه المكان سواء لاخذ الحمام في المرش او حتى في المطبخ وتستعمل داخل البيت عند راس المواطن صدقوني بالله قدامه وتستعمل في الورشات في مراكز الحراسه وهذه الامور نؤسف لها يعني لما نشاهدوا الناس توفات بهذه الطريقة أنك حطى طابونة وحطى بدون تصبيغة وديرها في حطب باش تدفاي يعني صح درجة البرد قارسة لكن يعني كما قال الأخ سمكري نعم سمكري تهوية والبرد ما يقتلش يعني تخيل أننا في بيت ومغلق علي وعندي جهاز تدفئة يمشي ونتغطى ونخاف البرد مستحيل البرد عمره ما قتل البرد يقتل ربما كيكون ناقص 50 او 40 او 30 وانك يعني موجود مزود في الهند طبعا الانسان يعني راك في موسم الشتاء فتره البرد الانسان يلبس حاجه سخونه وراه في بيته لكن انه نحب نلبس يعني القميص يعني نصف اليدين وفي موسم الشتاء وفي جو في صفر درجه ودون دون دون صفر درجه هذا مستحيل الا اذا كان حبيت تعمل تدفئه مركزيه يعني توفر تدفئه المعتدلة حتى أنه الأطباء يقول لك لصحة الإنسان التدفئة لازم تكون معتدلة ما هيش هذيك المرتفعة جدا أنه ضر الإنسان وتديه للخمول وما شابه ذلك باش نرجع لسخان الماء يعني وسخان الحمام اللي هو قموا بالاستحمام به والغسل وما شابه ذلك يجب أن يكون فيه عموم صرف الغازات ولا يجب أن يكون في الحمام كارثة كما كان أمس في البيض يعني. نعم الصورة عندي كما كان أمس في البيت خاصة الجمعة والسبت نخافها نخافها لأن تكون فيها الوفيات وتكون فيها حوادث أنه الناس تدوش تروح للمسجد تصلي صلاة الجمعة والسبت الأمهات يدوشوا الدراري كلهم يستعملوا يعني تقريبا الحمام وهنا من لا سيما اللي يكونوا عندهم دايرين حمل سخان في الحمام أو اللي دايرينه في المطبخ وغالقين كاع النوافذ بدون صرف الغازات المحروقة سبنا ناس كما قلت لك نرجع سبنا ناس قاعدين في بيت الضيافة وفي الصالون كما نقولوا قاعد كيشوف تلفزيون هو متوفي شفنا عائلات متفرقين واحد في الرواق واحد في الحمام واحد في البيت شفنا ناس حابين يروحوا ما في التهوية قدام الباب المرة الرئيسي قدام النافذة حتى يعني أنفه قدام حتى يعني ثقب بسيط أنه يريد الاستنشاق مرعب أحد أكسيد الكربون لا سيما في المراحل المتطوره الانسان لما يوصل لمرحله متقدمه من استنشاق هذا الغاز وين يفقد الحركه تفقد الحركه خاصه الناس اللي ما تحسش بالاعراض لانه يعني كاين نسبه بدون اعراض مباشره فقدان الحركه وكاين نسبه لجوا الاعراض لكن تخلط بين الانفلونزا الاغريب يعني او تخلط بين طرف الجهاز الهضمي تقول لك يعني من الغثيان يعني يقول لك ربما الكونه ولا نحب حاجه نقيه لا هذه الامور لما تتكرر في البيت كل مره كاين تسرب لاحد اكسيد الكربون هذا الناس المعلومات راهي متوفره في التلفزيون متوفره في الراديو متوفره في الجرائد كنا نذكر بذلك نعم نذكر بذلك لكن المواطن يبقى انه الشيء اللي طغى على الجزائر للاسف
وهو اللامبالاة. نعم. والنسيان يقول لكم والله غير حنخدمها ما عنديش الوقت برك. في نقطة اللامبالاة نستوقفكم أستاذنا أمام الإدمان على مشاهدة الشاشات والإبحار في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يدخل الأشخاص في حالة اللاوعي. نود أن نشير إلى نقطة مهمة ألا وهي الاتكالية، كل يتكل على الآخر، هو من يراقب قبل النوم، وهذه النقطة أستاذنا. نعم، أنا من هذا الباب منبر استسمحك يعني وجه تحية خاصة لوالدتي أطال الله عمرها. أطال الله في عمرها. يعني تقولك مستحيل ترقد ومدفأة الغاز تمشي، مستحيل. كنا مرات نروح ضيوف عند الوالدة أطال الله عمرها، نقول لها أنا ما نقدرش، أنا طفي يعني كي يطفي المدفأة تبرد الحالة والولاد صغار يمرضوا شيء من هذا القبيل. يقول لي خلاص ماشي مشكل، يبات شاعر بصح انا ما نرقدش، انا بات نايضة. سبحان الله. بمعنى انها تستشعر فعلا مسؤولية وخطر هذا القاتل الصامت كما سميتموه. وهذه فرصة حتى نذكر انه راهي مسؤولية، يا ايها الاب ويا ايتها الام. الاتكالية كل واحد يعول على الثاني بعض الاحيان ربما اخص في نقطة الان، كل واحد يعول على الثاني وتبات ربما الغاز لا يغلق ليلا. نعم. ويقع التسرب تاع الغاز، واصبحنا ربما ونحن شركاء مع الحمايه المدنيه عندنا تقدر تقول نفس نفس التعليمات التي وجهونا تعلمنا منهم، وربما حتى كاين دورات ينظمونها مشكورين للسادة الائمه حتى يبلغوا الرساله للمواطن الكريم من خلال دروس والخطب الجمعه والدروس الاسبوعيه. يعني هذا الغاز الحقيقي ماهوش الغاز المحروق. نعم. الأنابيب الواصلة يعني مع الوقت ربما يقع فيها تسربات. صحيح. لأنه من الصيانة مدة صلاحية فيها. نعم. فيها مدة صلاحية، حركة الأرض. نعم. تلك وين يكون فيها ربط بين. نعم. بين يعني مع الوقت تبدأ التسربات. هذيك مسؤوليتك أنت كأب وكأم أنه دائما تراقب هذه الأجهزة، وليلا مسؤوليتك أنت أن تغلقها تتفقد وتغلق هذه الأجهزة حتى يكون فيه اطمئنان في نهاية المطاف. احنا دائما حافظين هذه الكلمة، يقول لك تقدرت قدر. نعم. ربي يعني صحيح أنه قضاء الله وقدره، وأنه الأجل قد حل، وأنه الإنسان إذا حل أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن هناك أسباب. ولهذا نحن دائما نضرب المثال بحوادث المرور، لان للاسف الشديد هي التي نراها. نعم. اكثر من غيرها بشكل يومي للاسف الشديد. الانسان المتهور الذي يتسبب في قتل غيره فهو قاتل للنفس، قاتل لروح، قاتل لنفسه ان تسبب في قتل نفسه، وقتل لغيره ان تسبب في قتل غيره. فهو قد تسبب ايضا يعني بطريقه نقدر نقول نفسها انه اهمالك واهمالك قد تسبب في قتل نفسك وفي قتل أسرتك للأسف الشديد. وعلى هذا الإنسان دائما لا يتكل على غيره، ما يحطهاش في معليش حاجة عادية والغاز هذا ليس بالشيء الهين. نعم، استهن به، لأنه من الأشياء الإنسان إذا تعود على الشيء هان في عينه. نعم. وهو الله عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني قياس مع الفارق. على كل حال نحن نحسب أنه هذه المسائل بسيطة، ولكنها الآثار التي تؤدي لها الوخيمة من قتل أرواح وإزهاق أنفس، وتترمل النساء وييتم الأطفال وتؤيم وتثكل ويثكل الرجال. فهذه ما يعني ما من داع لها لو أننا اتخذنا احتياطاتنا. فإذا جاء الأجل فالصبر عند حلول الأجل، لكن أنه نتسيب ثم بعد ذلك نعلقوها على أنه الله سبحانه وتعالى قدر هذا لا يستقيم. يعني رسالتكم لكل ولي أمر أن يكون على قدر المسؤولية. الله عز وجل مثل ما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه المسؤولية تمتد منذ أسست هذه الأسرة إلى أن تغمض عينك في آخر لحظة. ما لا, لا, لا تسلم هذا القيادة المسؤولية لغيرك، إنما تكون أنت المسؤول على ما أعطاك الله عز وجل من أمانة، فترعى هذه الأمانة وتحافظ عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نرعى هذه الأمانة إلى أن نلقى المولى عز وجل. النقيب نسيم برناوي، نتكلم عن الصيانة وعن الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها. طبعا الصيانة مهمة جدا. نعم. الصيانة الدولية جدا، وكنت نعرج فقط وجه إضافة لمش قدم أستاذ الفاضل الزغداني من تحديد المسؤوليات.
يجب يكون البيت أن تحدد المسؤوليات. يعني الأولياء عندهم مسؤولية، الأب والأم المسؤولية. إذا غاب الأب يعني الأم، إذا غاب الأب يعني كاين الابن الأكبر أو البيت الكبرى، يعني هم المسؤولية والنظام، سيما فيما يخص موضوع الغاز، فيما يخص يعني أمن البيت، أمن العائلة بأكمله. ما فيما يخص الصيانة، الصيانة دورية لازم لكل جهاز، يعني كل أمور تشتغل عندها فترة صلاحية، مدة صلاحية لمدة معينة، يعني سنوية، سيما هذه الأجهزة تدفئة لأنه تستعمل لفترة، نتكلم عن جهاز تدفئة لأنه يسخن الماء أو يستعمل لثلاث سنة، ثلاث سنة وراه يعني الوفيات كاين في جويلية وفي أوت وفي سبتمبر وفي ماي، ما تقولوش فقط في الشتاء ولا في عز الصيف كاين وفيات بغاز وحادي وسيل كرم. نريد التدفئة لأنه تستعمل يعني نقولوا حسب المنطقة سبتمبر أو أكتوبر نوفمبر إلى مارس أو أبريل، ثم توقف عن العمل، تحطوها جانبا أو نخلوها كما راهي تتعرض يعني للوساخ من الغبرة، وفي بعض الأحيان لما استعملها سنة سنتين ثلاثة أربعة بعض القطع تتعرض للتلف، كان هناك سيارة كأي جهاز يستعمل يجب أن يكون مراقبة تكون صيانة. طبعا حتى أني صلاحية بعض قطع الغيار عندها مدة استعمال، قال سنة سنتين ثلاثة أربعة، إنسان لما يجيب مختص ليراقب أما يشوف يقول لك لا الجهاز هذا القطع الغيار بدأت تتلف يعني أو تلفت لازم من تغييرها، يجب أن نغيرها الإنسان، ما لازمش يعني في بعض الأحيان لما يشوف يقول له شحال دير دي يساوم في الأمن تاعو صح شحال دير، ربما يقول له ثمن حسب مدخوله يعني الشهري، يشوف ربما مبالغ فيه يقولوا ما تقدرش نحيها يعني ولا امثله يعني او تنقيها ولا، هنا تجي مسؤوليه تاع الانسان يقوم بالصيانه. وعندهم متى تقنيات وما شابه ذلك كما تحدثت عليه سابقا، لا يقولوا تقدر انه تفصلها والجهاز يشتغل عليه، اما لا يقولوا افصلها افصلها، المهم يعني يخرج يوفر في امنه الجزائري شحيح، للاسف في امنه وعائلته شحيح. ما تكلموش على كامل لكن في كثيرة وش لاحظنا في خرجتنا الميدانية، أنبوب البلاستيك تاع الأفطال هذاك اللي عنده مدة صلاحية سنتين ونصف أو ثلاثة يقعد 20 سنة طبعا والله أكثر من 20 سنة 10 سنوات أو 5 سنوات حتى ماشي أصفر ولا أسود وتشوفوا يعني يتفتت وحطوا مع جهاز تدفئة اللي هو ممنوع المفروض تكون بنحاس وتقول له يدي الحاج مدة صلاحية هذا خلاص هذا ما يستعملش هنا هاي يقول لك والله ما نابل يقول لك نغير وما يغيروش. صارت لنا حادثة في جنوب الغربي شخص وفات له زوجته ورحنا نديروا معها روبورتاج للتحسيس والتوعية، صبنا دار القماني على حالها لم يغير شيء بعد الوفاة، بعد الوفاة سنة بعد الوفاة. أين هو الضمير؟ أين هو الضمير؟ أين هو الوعي؟ نعم يعني أنا نربطها مع الصيانة، يعني كيش المواطن ما يقومش بعملية الصيانة أو يخلي يتأخر يبرد الحال فترة فجأة ومن بعد يتصل بالرصاص ولا سمكري ولا ولا قولوا عندي اليوم عندي بزاف يعني زبائن ولا تصبر عليا أسبوع ولا، يعني كان منظم في 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 عمله لما هو يشوف بلي يتأخر يعني ما عندوش كاين والو نفتحها عادي نشغلها. هذا هو الأخطاء اللي يقتلوا الناس، أن الجهاز ما لبالك اليوم يشتغل غدوة بعدين استهين بصغائر الأمور. نعم استهين بصغائر الأمور طبعا نعم، لكن نعاود نوليو أنه في كل هذا المنظومة يعني أنه السلسلة تبدأ من التهوية في البيت، بيت مهوى بشكل دائم ومستمر لا خوف عليه. لما نقوله مهوى ماهوش أنه الصباح نفتح النافذة ولا شيء نغلق، نعم كاين فتحات تهوية تاع الوقاية إجبارية لازم تكون على طول اليوم إجباريا ليل النهار، ليل النهار هي مفروض إجباريا تكون، يعني أسفل الأبواب لا سيما المدخل الرئيسي للمنزل، في أعلاه باب المطبخ نافذة المطبخ باب الحمام ونافذة الحمام أو أي ثقب يكون في الحمام لأجل أن يكون يتم هناك خلق دورة تهوية تلقائية لا خوف عليك في هذا النظام الموجود في تجديد الهواء تلقائيا. أما بعدها نرجو أنه صباح نفتحوا التواقي نفتحوا أنه نجدوا الهواء بقوة نخرجوا ريحة ذيك الليل وما شابه ذلك لمدة 10 دقائق ونغرق. هذا النظام لما يكون في البيت لا خوف على أي واحد، لا وجود لحديد أكسيد الكربون، لا وجود لتسرب الغاز، حتى تكون تسرب الغاز هناك من يخرج الغاز.
أما الآن الفهم الخطأ لنقطة أخرى في ظل المواد البناء الجديدة العازلة كالألمنيوم والبي في سي والإسمنت والبلاط والمواطن يبني بها ما هوش يفكر في نظام تهوية، هي مواد بناء عازلة تعزل أنه تدخل البرد أو الحرارة والعكس، يعني كان يستثمر في هذا المجال أجل الاقتصاد في الطاقة وما شابه ذلك، لكن يعني تستعمل خارجا في بلدان أخرى كوين كاين البرد القارس أو كاين الحرارة شديدة تستعمل، لكن في المقابل عندها تدابير وقائية تاعها. نعم. شيء للأسف ما نش نلاحظه في الجزائر. حتى الناس اللي يتصنع هذه الأمور لما تصنع نافذة من الألمنيوم أو العازلة دبل فيتراج وما شابه ذلك ديروا فيها التهوية. ديروا فيها التهوية. ديروا فيها التهوية، تقدر ديروا فيها التهوية. إنسان يغير كل تهيئة بيته ويعزل كل شيء وبعد ما يلقاش من تكون عملية لازم في الليل مجبر عليه أنه يغلق. أنه لا يفتح لازم يفتح نافذة كامل. نعم. يعني هذه التفكيرات هذه الوقاية راهي غايبة على البيوت الجزائرية للأسف. يعني نقولوها وللأسف في خرجاتنا سواء في التدخل في الوفيات أو في المنقادين أو في الحملة التحسيسية. غايبة غياب تام عن تقريبا كل البيوت إلا من رحمه ربي اللي عنده هذه الثقافة. نعم، رسالتكم للسمكري. نعم، رسالة للسمكري أن يتحلى بالضمير المهني أنك أنت المسؤول الرئيسي في عملية التركيب أو عملية الصيانة اللي حاب يربح العام طويل. نعم. وإذا كنت ما عندكش معارف تكون أو خلي أهل الاختصاص يتفضلوا. أنك تتكون في مواقع التواصل الاجتماعي هذا ليس بثلاث أيام أو أسبوع أو 15 يوم، لا الناس يتقرأ 18 شهر 15 بعض الحين لسنتين في معهد التكوين المهني عنده شهادة سواء المهارة أو الكفاءة. صحيح أنك تعلمت من يوتيوب أو أنك يعني كأي ناس يعني شاطرة يعني عندها بعض المعارف وكما نقوله بالعامية قافز ويبريكول يعرف، لكن تقدرش تعرف الترسيس وتعرف الميكانيك وتعرف في الطالة أو لا، كاين بعض الأمور وين تعرف تحتاج إلى تكوين تحتاج إلى نظر أبعد. نعم. المختص النظرة تاعه أبعد لما يركب يراعي كل لازم تتوفر كل الشروط وضميره أنه ما يسمحلوش يحط قنبلة موقوتة في بيت ويغادر لأنه على باله يجي نهار وين يكون طبعا تكون متسببة في وفاة العائلة سواء من تسربات الغاز انفجارات الغاز أو التسرب أحادي أكسيد الكربون. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أستاذنا عني الدور التوعوي للمؤسسة المسجدية يحدثنا إمامنا محمد زغداني. نعم، هو من باب الواجب أولا. نعم. تلقى من قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن لرسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، معنى من باب النصيحة للعامة أنه الإمام في أي خطر قد يعرض للمجتمع فإن من مسؤوليته أن يقدم النصيحة وأن يفتح الباب لأصحاب الاختصاص. صح. احنا لاحظنا في فترة كوفيد 19 نسأل الله تعالى أن لا يرده إلينا. أمين يا رب. رغم أن المساجد كانت مغلقة بسبب الإجراءات الاحتياطية إلا أنه كانت هذه الوسيلة اللي هي الوسيلة البديلة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي وما أسميناه أنا إذن بالمساجد الافتراضية، يعني كل إمام المسجد تاعو راه مغلق لكن راه فاتح صفحة فيسبوك باسم المسجد اللي يوجه النصيحة والإرشاد. نعم. الموعظة والتوجيه أيضا. نعم. مرافقة بعد فتح المساجد الأطباء للأئمة على منبري أو على كرسي الدرس حتى يوجه الناس في أخذ الاحتياطات، ثم في كل الحملات التوعية المتعلقة بالحفاظ على أرواح الناس سواء بتسربات الغاز، حوادث المرور، كل حوادث الحياة اليومية الحوادث المنزلية، إذا جاء المولد النبوي الشريف توعية يعني حتى لا تكون فيه المفرقعات تتسبب في الكثير من الخسائر المادية والبشرية، يعني فأصبح المسجد أو المسجد يؤدي هذا الدور التوعوي كجزء شريك مع جملة من الشركاء الذين دخلوا المسجد هم أيضا، يعني من باب أنه الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان نعم فاسأل به خبيرا، معناها أنه إذا كان الإنسان الإمام عنده تكوين في هذا الجانب الشرعي ولكن لا يحسن المسائل التقنية التي يفقهها
صاحب الاختصاص، فصاحب الاختصاص هو الذي يبلغ هذه الرسالة للمواطن بشكل مباشر ويعطيه هذه التقنيات إن صح التعبير، ويحدثه من الواقع كما ذكرت كلمة الواقع أكثر مرة في هذه الجلسة. وفعلا يعني حينما نحضر عند الزملاء في المسجد لما يتكلم بالأمثلة تصل الرسالة أكثر. وسبحان الله يعني أذكر زميلكم محي الدين ربح يذكر الأشخاص المتوفين رحمة الله عليهم بأسمائهم، لقينا فلان في المكان الفلاني في الغرفة الفلانية، وفلان لقيناها كذا، وفلان لقيناها في الوضعية الفلانية. من هي يحس المواطن فعلا بأنه راه يمس في العمق حينما يحدثه عن هذا الدفتر العائلي الذي طوي عن 6 أو 7 يعني سيارات إسعاف أمام بيت واحد، عن حالة الأسرة ككل، كيف أنه تنقلب حياة الأسرة رأسا على عقب، بمعنى أنه عندهم جزء كبير من العائلة قد اختفى فجأة واحدة. تصوروا واحد عنده وليدهم عنده 5 أو 6 أولاد وفجأة يصبح لا شيء، يعني كيف راح تكون الحياة بالنسبة لمن بقي بعده؟ صحيح أننا كل مؤمنون بقضاء الله وقدره، وهذا هو الرباط، وهذا هو ربما الشيء اللي صبرنا، ولكن من ناحية أخرى عنده أثر اجتماعي كبير، عنده أثر نفسي كبير، يؤثر في الصبي الصغار. تصوروا هذاك الطفل الصغير اللي راح يبات عند جده وجداه، ثم لم يبقى من أسرته أحد، مات وكان يبقى غير هو طفل صغير. صحيح أنه جده وجده راح يتولوا تربيته ويكبروه وكذا، لكن أثره النفسي على أنه فقد العائلة كلها في يوم واحد كيفاش راح يكون؟ هذا هو الدور الذي يؤديه المسجد ويؤديه الحماية المدنية، تؤديه وسائل الإعلام، والذي لابد أن تتضافر فيه جهود الجميع. ما يقولكش الواحد أنا ماليش مسؤولية، أنا ما عنده ما دخلني، أنا نقول لهم قال الله تعالى خذوا حذركم والباقي ما يهمنيش. لا، نقول لهم خذوا حذركم، ونقول لهم راهو خبير النبي راهو قاعد بجنبي في كرسي الدرس وراهو يقول أعطيكم التفاصيل كيفاه، ونجيب واحد مسؤول من التجارة يوضح لكم ما هي مواصفات الأجهزة التي لابد أن تشتروها، حتى السمكري كان عندنا تنسيق حتى مع الجمعية الوطنية للمرصصين، كان يحضر معنا في المساجد، يحضر معنا في بلاطوهات هكذا، لأنه هذه أرواح ناس لابد نعم نحس باللي راهي أرواح ناس لابد نحن مسؤولون عن الحفاظ عليها، فلا ندخر أي جهد ولا أي وقت ولا أي شيء من أجل أن نبلغ هذه الرسالة، ونسأل بعد ذلك الله عز وجل السلامة للجميع. نسأل الله السلامة للجميع. دور الجمعيات مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التقليل من حوادث القاتل الصامت، أي كيف نستثمر في ذهنية المواطن الجزائري؟ طبعا الاستثمار لازم يكون وفقا مخطط اتصال هادف ومعين. على سبيل المثال المساجد المزارة مشكورة على فتحها المزاد، من أنجح يعني حملة تحسيسية عفوا هي في المساجد، أنه مكان طاهر أيضاً. مسجد تواجد الناس كله تركيز، حتى لو يجي يعني أو الحماية المدنية بالزي أو أي آخر الناس تسمع له. وخيرة أبناء المجتمع موجودة في المساجد. تمام. هذه من بين يعني. لما نعرف كيفاش نستهدف فئة المجتمع في الوقت الزمني المهم، الخطاب اللغة تبسيط الخطاب خصوصا مهم جدا، استقطاب يعني ضمير الإنسان بإحيائه، يجب أن نجلبه ونأثر فيه، أثر فيه بأمثلة وبأي أمور حتى أجبره على التغيير. حتى في وسائل الإعلام يجب كذلك أن يكون الخطاب أو الرمضة التحسيسية فعالة ومؤثرة، سواء عن طريق الشخص الذي يلقيها أو عن طريق نبرة الصوت الذي نختارها أو الصور أو وما شابه ذلك. الوسط المدرسي أو الطور الأول الطور الثاني الطور الثالث ما هوش كيف مستحيل أني نروح نمشي لسنة أولى وثانية وثالثة نتكلم على وحادي وسيل كربون واحتراق غيتام. لا، لازم أمور بيداغوجية بفكاهة بكوميك لطفل يعني على حسب تصل الرسالة. طبعا نتكلم أمور تقنية مع السمكري اليوم في التكوين في المعهد الوطني اليوم تكمل مع الناس اللي في الجامعات، لغة العامية لما نكون في الساحات العمومية في الأسواق، التوقيت الزمني مهم جدا، الفترة، من يكون شريك معك، على لماذا نشرك وزارة الشؤون الدينية ونشرك سون الغاز ونشرك المجتمع، كل واحد عنده إضافة تتعطي قوة لحملة تحسيسية، وكل شيء كل واحد يقدم شيء إيجابي في
في مجاله في اختصاصه وتعمل الفائدة. يعني في كل فترة نسبة معينة نقدر نأثر فيها نسبة لهذا عمل يكون على المدى المتوسط وعلى مدى البعيد. بالإضافة إلى أن التعطير يجب أن يكون مادي كذلك، لأنه لاحظنا أنه في بعض الأحيان الاعوزاز هو سبب أن الإنسان ما يغيرش، ما يقدرش. لذا أنا كاين كثير من الجمعيات واللي نقول لهم كثير يعني من المحسنين أنه تفقدوا هذه العائلات أنه ما عندوش يعني على راه يستعمل طابونة أو يستعمل كانون. يعني أنك لما تقدم له جهاز تدفئة وتقبله بتركيب توصيلات يعني أجهزة إنذار مع نعم طبعا أجهزة إنذار الحمد لله الآن يعني رئيس الجمهورية قرر أنه مجانية وهذا قرار صائب لإخضاع رئيس الجمهورية من بين الحلول اللي حتساعدنا إن شاء الله في التقليل من حوادث الاختناقات إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. شكرا لكم على كل ما قدمتموه لنا الأستاذ نسيم برناوي. رسالة ختامية إمامنا محمد زغداني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أرواح المؤمنين وأن يبعد عنا كل شر، أن يحفظ الأسر على ما هي عليه، وأن يكونوا قادرين إن شاء الله أن نتجاوز هذه المحن التي أصابت الحلت بالبعض، وأن يجنب الأسر المسلمين هذه المحن وهذه الإحن في فقد الأعزاء. وخذوا حذركم، خذوا حذركم، لأنه إذا وقعت الواقعة لن ينفع الإنسان ندم. نعم. الكثير من الناس يقول الله ما كنت على بالي. نعم. الله ما كنت نظن باللي راح توصل هالدرجة. صحيح. وكنت والله غير الأسبوع القادم راح نجيب هذاك اللي راح يخدم لي وتكلخت بين قوسين. نعم. فكل هذه ليست أعذار بين يدي الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندك وقفة صارمة في حينها دون تردد ودون تلكؤ ودون تأجيل ودون إلقاء بالمسؤولية على الآخرين ودون أن تنظر لذلك الدرهم والدينار الذي أنفقته في النعم. استشعر أنه قد يكون صدقة هذا الشيء الذي تقدمه لأسرتك، هو إعالة للأسرة في فائدة الأسرة، ولكن في نفس الوقت عندك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة ومتعددة، قال أفضلها درهم تضعه في لقمة تضعها في امرأتك، يعني داخل الأسرة. معنى هذا أنه لا تدخر جهدا واستنصح أصحاب الاختصاص. أصحاب الاختصاص ننصحهم أيضا أنه إذا استنصحوا فإن الناصح مؤتمن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الناصح مؤتمن بمعنى أنه أعطي النصيحة الحقيقية، ما توري لهمش كيفاش يهربوا من كما كان يذكر الأستاذ الفاضل كيفاش يتجنب هذا القاطع. شكرا لكم إمامنا وشيخنا محمد زغداني. شكرا لكم أستاذ نسيم برناوي. العفو. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.